مولانا. هنكسب يعني هنكسب، خلي قلبك جامد. ما تخافش ازاي واحنا ورانا مخبر. مخبر؟ فين؟ اتحرك على طول. يا مخبر ازرق ده تعب يا عيني. ضاع. انا عايز اعرف بقى زومها ايه قله الادب دي؟ طب ده راجل زملكاوي، ايه اللي معاده من درجات الاهلاويه؟ وريد قاعد في حاله، عمل ايه الادب وعلى النادي الاهلي كمان؟ لا كابتن كده كابتن، ليه التعصب ده؟ ما تخلي قلبك ابيض زي الفلانة بتاع ايه ده؟ ولا ايه يا كابتن؟ قوم الهنا. ايه يا علي؟ المصنع اتحرق واللي كان يبقى كان لزومه ايه اللي احنا عملناه ده؟ معلش المره دي خابت، المره جايه الصيف ولسه في مره ثانيه؟ مش ورانا حاجه؟ يلا بينا. لا تعالى الراجل. ايه الصدف السعيدة دي؟ هو انتوا بتركبوا الترماي زينا برضه؟ تذاكر يا استاذ بوليس. تذاكر يا محترم. بقالك ساعة ونص بتلف في الترمايات، يا ترى ليه يا حسن؟ اهو بتسلى وريش حال فاضي، والفاضي يركب الترماي. هنا متراقب ولا حاجة؟ طبعا طبعا. ليه؟ انتوا مش مسكتوا اللي حرقوا المصنع؟ ايوه مسكناهم. هما حرقوا المصنع ليه؟ الجرايد بتقول الحكاية دي ملهاش علاقة بالسياسة. حرقوه عشان يتعطل على الإنتاج فترة، يكون واحد مستورد وزع المخزون اللي عنده من البلاستيك المستورد. طب أنا ليه علاقة بالموضوع ده؟ المستورد ده طلع قريب ولا حاجة؟ أبدا ولا ليك بأي علاقة. أمال سيادتك بتركب الترماي ورايا ليه؟ أنا مواطن حر، من حقي ان انا اركب الترماي. الدستور يكفل لذلك، وكذلك القانون. القانون يعطيني الحريه. اسمع اسمع، انت قبل ما تتكلم على القانون لازم تعرف ان في حاجه اسمها قانون طوارئ، واحيانا بنستخدمه في الحالات اللي زي دي. سيادتك عازمني ايه بالظبط؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. اسمع يا حسن، احنا اذا كنا هنصدق في الاحلام في قضايا امن الدوله يبقى مش بعيد ابدا نفتح المندل ونجيب واحده تقرا الفنجان. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. دي قضية أمن دولة يا حسن، يعني قضية كبيرة قوي. أنت ليه مش عايز تقول الحقيقة؟ الحقيقة إنه حلم. الحقيقة إنه حلم؟ حلم؟ سلام كبير قوي لحضرة الظابط. سلام كبير قوي لأحلام. ايه ده يا حسن؟ ميكروفونات سرية يا حسن؟ انت
تخليني اجيب القهوه عليها وطيئه؟ عاوز تخرب بيتها يا حسن؟ امن الدوله معتصم بالالفي. انا حسن بهلول. كيف الاحوال يا سعاده الباشا؟ ربنا يخليك. بقول لسعادتك انا حلمت لك حلم صغير كده. هو صغير بس حلو. حلو ومستعجل. لا يا فندم ما ينفعش اجي عند حضرتك، مفيش وقت. يا ريت تتقابل بره. فين يا فندم؟ طب يا سعاده الباشا. طب يا فندم، مع السلامه. قلت حاجه؟ لا يا اخويا ما قلتش حاجه. انت قلت حاجه؟ عليا الكلام، ما قلت حاجه. اتأخرت ليه يا بيه؟ معلش يا حسن. هو انتوا كمان عندكم معلش؟ مش قلت لك ان الحلم مستعجل؟ اطلع بيه. اطلع لفين؟ المقطم. مش هتقول لي ايه الحكايه؟ في السكه اعترف كل حاجه. تسعتاشر شارع المرجان، الساعة 3:30 هتحصل هناك مصيبة سودة. ايه هي؟ معرفش، ما كانش باين في الحلم. والمصيبة دي بقى ليها علاقة بأمن الدولة يا حسن؟ هي المصيبة ليها علاقة بأمن الدولة وأمن المواني. أي مصيبة مهما كانت بتأثر على الدولة كلها. عندك أي معلومات تانية عن المصيبة دي؟ وما كانش باين في الحلم غير الميعاد والعنوان والإشارة يا منى سلامة الكلب، لأنه من سلالة نادرة. شارع شكله مش بتاع مصايب ابدا. الحمد لله حلمك طلع في شنك. نشفت ريق، الله ينشف ريقك. تعالى نشرب حاجه ساقعه. اتنين حاجه ساقعه من فضلك. حاضر يا فندم. عشرة. صل على النبي. هو المسدس ده ميري ولا ملكي؟ انت هتهزر مع الحكومة حضرتك ولا ايه؟ يا سيدي مفيش مانع الحكومة تهزر مع بعضيها. انت تبع ايه؟ ومين حضرتك بقى علشان تسألني؟ انت تغرس خالص، تغرس! انت بتكلم عن دولة؟ رقيب اول مدبول يا عبد العال. رقيب اول مدبول يا عبد العال يا فندم، من الحراسات الخاصه. وانت بتعمل ايه هنا يا مدبول؟ حراسه يا فندم على احد اللاجئين السياسيين القاطنين في العماره 19 الدور الرابع شقه 12.